اهلا بيكم من جديد، وموضوعنا عن قاعات الافراح. النهارده هنعرف ايه الجديد في قاعات الافراح وديكوراتها، وازاي كل عروسه وعريس لما بييجوا يختاروا قاعه الافراح ايه الاسس اللي بيحطوها لاختيار القاعه، يعرفوا كمان ايه الجديد فيها في الالوان في الديكور في الشكل. برضو القاعه الصغيره والكبيره بتفرق اكيد في ديكوراتها، الاندور والاوتدور بيفرقوا جدا كمان. فهنعرف معاكم كل ده حالا مع ضيفنا النهارده استاذ مينا عادل، خبير ومصمم ديكور وحفلات الافراح. ازيك استاذ مينا؟ مساء الخير. عامل ايه؟ تمام. طيب الحمد لله. طيب انا قبل بس ما اتكلم في تفاصيل القاعه بقى وكل حاجه خاصه بيها، عايز اعرف يعني الاساسيات اللي بتتحط كده لما العروسه والعريس يروحوا يختاروا قاعه، المفروض يبقى في دماغهم ايه عشان يعرفوا يختاروا القاعه المظبوطه الصحيحه ليهم؟ هو في البدايه عشان نقدر نفيدهم صح، احنا اول حاجه بنستفسر عنها الميعاد، لان هي دي دايما بتبقى المشكله بتاعتنا. الميعاد، الوقت بتاع الفرح. طبعا طبعا. يعني هو كل ما كان الميعاد بدري احنا قدرنا ان احنا نوفر لهم كل حاجه، حتى لو القاعه اللي هم اختاروها فيها مشاكل احنا نقدر نوجد لهم البديل. تمام. هي المشكله دايما احنا دايما بنبقى في الاولويه الاخيره عند العروسه، ان هي بتخلص كل احتياجاتها وبعد كده تشوف الودين بتاعها تفاصيلها الخاصه وبعدين القاعه. بالظبط. يعني المفروض تحطها يعني في اولوياتها في اول تحديد ميعاد للفرح تظبط القاعه. هي الفكره ان هي بتتخيل ان هو كل حاجه اندر كنترول متاحه، وهو مجرد بس ما هي هتطلب هيكون فيكون. لكن هو الفكره ان كل حاجه احنا بنتفق عليها هي بتتعمل، هي بتتنفذ. فاحنا عرفنا ان الميعاد لسه قدامنا مثلا على الاقل شهر، بنقدر بقى ان احنا نحط الاساسيات تظبط الاساسيات. بالظبط. الاساسيات طبعا بالنسبه للعروسه هو طبعا الكوشه والجيرب، دي اكتر حاجتين هما بتهتم بيهم العروسه. بالنسبه للقاعه يعني الكوشه والجرب؟ لا، بالنسبه للويننج عموما للفرح. بالظبط كده، الكوشه والجرب. طبعا بالنسبه للقاعه احنا بنعرف لو قاعه اندور مش اوت دور، عشان في حاجات اوت دور دي اللي هي الفيلن، وهي دي اللي طالعه اصلا منتشره موضه عامه دلوقتي وفي افراح الصيف على وجه التحديد. تمام. بس انما لو قاعه اندور طبعا بنبص على القاعه مع بعض، وده يفضل طبعا عشان لو في خيال معين للعروسه هي عايزه تنفذه، في حاجات بتطلب ما ينفعش تعمل في اماكن معينه. اكيد. طب انا بس بدون قطع كلامك يا استاذ مينا، بس نبص على الصوره ونعلق عليها. دي حضرتك يعني مثلا الكوشه دي، هي طبعا في يعني في كوش ما ينفعش زي ما احنا قلنا ان هي تتعمل في اماكن اوت دور، دي منها. لانها لو هتتعمل في مكان اوت دور تبقى عايزه تجهيز برضو قبلها بوقت، ثلاث ايام على الاقل. تمام. لان دي واخده ارتفاع، دي معموله عباره عن تراس مربع حديد ومشدود عليها ستان من فوق، وحاطين عليها ستيج فليكسي مضيء، دي الارضيه، والشيزلونج اللي هو بتاع الكوشه ده فورفول جيل. تمام. والخلفيه بتاعته اللي هي الكريستالات، ومعمول يعني الخلفيه متبطنه اصلا كابوتونيل. فطبعا زي ما وضح لحضرتك ان هي كلها حاجات اصلا بتتعمل باي اوردر، حسب الطلب. بالظبط يعني. كده. حتى لو كان في ماتيريال هي اصلا بتكون موجوده عندنا، يعني الماتيريال جاهزه، بس برضه بس ممكن يحصل فيها تعديل. ممكن عروسه تبقى عايزه تغير في اللون. فيبقى احنا كده كاننا بنعملها من جديد من الاول. بالظبط كده. طيب هي دلوقتي احنا قلنا الوقت مهم جدا في كاساس لاختيار القاعه، وحجم القاعه كمان يعني حسب عدد المعازيم هي عايزه قاعه كبيره ولا صغيره. بتفرق بقى القاعه الكبيره عن الصغيره في ايه، في ترتيبات او تجهيز القاعه نفسها؟ هو في الكم، يعني الكم. انا دلوقتي في الكم، في الكم، في كم ديكوريشن. انا دلوقتي لو انا عندي مثلا فرح 150 فرد، يعني بمثال مبسط يعني 15 ترابيزه، فيبقى عندي 15 سنتر بيس. لكن لو انا عندي مثلا قاعه 100 فرد، في حاجات اساسيات ثوابت، اللي هو الانترنس بره ده ملوش علاقه القاعه كبيره او صغيره. ايوه تمام. الكوشه ملهاش علاقه القاعه كبيره او صغيره، ده هو هيتحط، بس هو الكم التفاصيل اللي هتبقى في القاعه، هو الكم مش اكتر من كده. لكن في اساسيات ده ما بيختلفش عليها احجام. زي يعني الصوره دي مثلا. بالظبط كده. يعني مثلا كوشه مثلا زي كده او غيرها، هي مش هتفرق الفرح كبير او صغير. تمام كده. دي عباره برضو نفس القصه، دي الخلفيه. احنا اهم يعني بيبقى معظم تركيزنا على الخلفيات، لان دي المفروض كل الحضور او كل القاعه هي اللي بتبقى شايفاها. اوكي. بتبقى الخلفيه عباره عن زي ستيج خشب ومتبطن برضو، وحاطين ستاندات في خلفيه الشيزلون. تمام. ودي ستاندات وفيها كاسات ازاز وفيها ورد طبيعي، وبرضو الستيج فليكسي. تمام. طيب انا عايزه اتكلم برضو عن العناصر الجديده اللي هي دخلت في ديكورات الافراح. ايه الجديد اللي مثلا طالع قوي السنه دي مثلا في الديكور، وشكله مختلف او بيدي بصمه مختلفه عن اي سنه مثلا؟
بص حضرتك، هو الجديد في الكارير بتاعنا ده مش موسمي، هو يومي. يومي. احنا كل يوم بيطلع ماتيريال جديد. واصلا ممكن حتى يعني ولا عروسه قاعده معانا، احنا بنبتكر ماتيريال واحنا بنفكر مع بعض، لان هو الموضوع مش حدث مثلا وبينتشر مثلا في كل افراح. ده بيحصل. بس كل ويدنج بلانر بيحط، لازم بيحط التاتش بتاعه. بيحط الاضافه بتاعته. فمثلا يعني المفروض بتبقى تيمه في الفرح كله، يعني مثلا في عروسه قبل كده عملنا لها الريش ده في كل حاجه، السنتر بيس، حتى في الكورساج بتاع العريس، في الجرد بتاعها. جميل. دي كانت فكرتها يعني ان هي تدخل ريش في كل حاجه تبقى شكلها متميز يعني. بالظبط كده. بس تتوظف ازاي، هي دي الفكره بقى. اهم حاجه يعني مش هتبقى الدنيا كلها مريشه. اكيد طبعا. لا لا. لازم تبقى يعني الريش ده يتحط في حتت معينه. بالظبط. تمام. طب نشوف الصوره دي يا استاذ مينا. دي حضرتك نفس الفكره برضو. هو كل زي ما قلت لحضرتك برضو، هي بتبقى فيه اساسيات، بس ان احنا بنعمل حاجه اسمها تزاوج في الماتيريال. يعني احنا بندخل مثلا الكاسات مع الاستندات المضيئه مع البليكسي المضيء مع الخلفيه الكريستالات. الخلفيات دي بقى اللي احنا ممكن نلعب فيها براحتنا، ممكن نعمل خلفيه كريستالات، ممكن نعمل خلفيه مضيئه اللي هي بتبقى فروع البيلايت. بتبقى التصميمات دي لا حصر لها. طبعا هي بتبقى طبعا يعني كمان لما العروسه بتدي فكره معينه ممكن تبقى فكره مبتكره محدش عملها قبل كده، فبتغير شكل القاع خالص او يعني تعمل لمسه متميزه ليها يعني. بس ممكن عروسه تبقى مش طالبه حاجه معينه، مثلا تسيب لك انت كل حاجه تقول لك اعمل القاع على ذوقك زي ما انت عايز، تبقاش طالبه. هي في عروسه عايزه تسمع. هي في عروسه عامه دايما مش عايزه تسمع من حضرتك فكره هي شافتها او عرفتها قبل كده. هذه حاجه جديده. بالظبط كده. لان احنا لو قررنا فكره مرتين فده دليل ان احنا فشلنا. لان هو لازم كل فرح يبقى متميز، لازم يبقى مختلف. لان هي دايما هو الفكره مشكله عندنا في الليله دي، ان هو الحدث ده اي غلطه فيه هو ما فيهوش اعاده. يعني زي مش زي اي لا مش هيتعاد خلاص، هي ليله العمر يعني. مش زي اي كارير انا لو بعمل منتج مثلا والعميل ما رضاش عنه فانا ممكن ان انا اغيره او اعمله عادة. لا. فده دايما هو لازم بيكون في تدقيق جدا. احنا شغلنا كله على التفاصيل. مش يعني مش الشكل الخارجي، لا. التفاصيل وده الاهم. تمام. فالعروسه بتبقى دايما عايزه تسمع، عايزه تعرف يعني قول لي ايه الجديد. بالظبط. طيب يعني برضو لما بيبقى في فرح معمول في قاعه وفرح في بيت، الفرق بين البيت والقاعة ايه في تجهيز الديكورات الخاصة بالفرح نفسه؟ هو لو مساحة البيت تسمح احنا بننقل القاعة لغاية البيت. يعني كأنها قاعة البيت يتحول لقاعة يعني. كده. ودي على فكرة عملناها في أكتر من مكان. وكمان كانت في شقق أدوار عالية. ودي كان فيها صعوبة. عشان الأدوار عالية. طبعا يعني كان في دور 13 وكنا عملنا كانت ليلة حنة صحيح. بس أكنها بالظبط ليلة فرح. عملنا كوشة وجبنا ستيج. فاضينا الشقه خالص. فاضوا بقى البيت من كل الاساس اللي فيه. لازم هو يكون عنده شقه سفير طبعا. طبعا عشان ينقل العفش فيه. بالظبط كده. حتى الكيترنج. حتى عملنا الكيترنج، حتى عملنا مساحه ولوكيشن للكيترنج وللترابيزات، وعملنا سيني حتى في السقف. تمام. طب نشوف الصوره دي نتكلم عنها برضه. ده الانترنس يا فندم، ده المدخل، وده غالبا ده بيبقى للقاعات اللي هي الاندور. اندور. بتبقى استندات مضيئه وعليها البوكيهات بتبقى يمين وشمال. ودي بتبقى حتى مداخل التشريفه دي اللي هي سجات التشريفه دي ممكن اصلا كمان عروسه تختارها. يعني ما بيكونش مثلا عجيب بقى الشكل اللي في الاوتيل او اللي في القاعه. تمام. ده برده كمان بيكون داخل في شغلانه متوفر عندنا. تمام. دي من الاساسيات اللي هي برده زي ما وضحت لحضرتك في الاول، ان هي مالهاش علاقه بالفرح كبير او صغير. تمام. 200 فرد او 100 فرد هو نفس الديزاين او نفس الشكل. طب لو اتكلمنا برضو على يعني الاندور والاوتدور بتفرق في ايه يعني برضو في الديكور نفسه بتاع الفرح بيفرق معاك في ايه؟ هو لو قسمناها مبدئيا هو موسميا بتفرق طبعا، لان الاوتدور بيبقى الاقبال عليه اكتر في الصيف. لان بيبقى صعب جدا طبعا ان انا اعمل فرحي في الشتاء. صعب. عشان مطره مطر والهواء والكلام. بالظبط كده. فابقى عامله لنفسي ما حدش هيجيلي لو عامله في الشتاء. لكن في الصيف بيبقى هو ده اصلا هو ده السيزون بتاعه. يعني هي شهور الصيف دي ده اللي بيبقى فيه اقبال عليه اكتر. طبعا الاندور ده طول السنه. ده موسميا. ايوه. الفرق بقى بالنسبه لشغلنا احنا في التجهيز هو طبعا الاوت دور بيكون اصعب. لان احنا بنمسك ارض فاضيه. احنا بنأسس فيها كل حاجه. تمام. يمكن احنا لما بنبص على قاعه مع العروسه بيكون فيها اساسيات موجوده. بيكون في القاعه نفسها متجهزه، احنا ما الا بس بننسق الديكوريشن. بنجيب مثلا الدي جي او اللايت مثلا، حتى لو
رخصه مش هتاخده من القاعه او من الاوتيل. انما الاول دوري يا فندم احنا لازم بنكون كل حاجه احنا اللي جايبينها من عندنا. فده نفس القصه برضه، هي دي مشكله الوقت اللي بتواجهنا في الاول دور الوقت. ان لازم طبعا لازم يكون في وقت من قبلها فتره عشان نقدر نجهز فيه. تمام. طب انا برضه عايزه اتكلم عن ايه الاخطاء اللي ممكن يعني تقع فيها العروسه والعريس لما بيكونوا مثلا بيجهزوا قاعه ومثلا يعملوا خطا معين او ينسوا حاجه معينه تبقى مهمه جدا ونسيوها يوم الفرح او ما ركزوش عليها واكدوا عليها. والله هو حتى لو في خطا هو المفروض يكون الـ 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 يعني الاورجنايزر او الويدنج بلانر اللي معاهم هو اللي متابع. ان هو طبيعي اصلا طبعا ليهم ان هم طبعا في حاجات كتير جدا ممكن تقع منهم، يعني بيرموا الحمل عليكم. وده لوجيك، هو ده طبيعي، دي وظيفتي. ما هي وظيفتك، بس برضه ممكن يكون هم بيركزوا في حاجه معينه او بيفكروا فيها ولا خلاص الموضوع قرب. هو انا مجرد انا ما هي ادتني تراست، الثقه في الفرح بتاعها. انا المفروض ان انا دلوقتي بقول لها كل البنود بتاعتها بالظبط كده. يعني الخطا يبقى عندك بقى طبعا. يعني لو في خطا يبقى عندك. طب ايه الخطا ممكن انت مسؤول عن الفرح تعمله او تنساه او بس شوف الاول الصوره دي عشان نتكلم على الحكايه. ده يا فندم دي ترابيزات ازاز. تمام. وحواليها الكراسي اللي هي بالكفر تشير دي اللي بنجيبها في الاماكن الاوت دور. وعليها سنتر بيس برده طبيعي. تمام جميل. دي بتبقى معظمها برده في الاماكن الاوت دور وبتتجمع برده في القاعات وفي الاوتيلات. يعني برده الاوت دور والان دور بيختلفوا في الكراسي اللي بتبقى موجوده. طبعا ودي نادرا لما بتكون موجوده في اوتيل. لان ما بيكونش عنده الترابيزات غير الاغلبيه بيكون عنده الترابيزات الراوند اللي هي بالمفارش الستان. تمام. ودايما زي ما قلنا العروسه بتبقى عايزه الجديد. ان طبعا حتى الترابيزات الازاز دي بيكون في منها اشكال ثانيه كتير غير المربع ده. بتبقى مختلفه. ايوه بالظبط كده. طب ارجع تاني بقى الخطا اللي ممكن يعمله مسؤول عن الفرح وينساه او تقلق العروسه تيجي بس تقول لا انت ما كنتش عايزه دي كده او نسيت كذا، ممكن ايه ممكن؟ لا هو انا من رايي ان المسؤول عن الفرح لو صدر منه غلط يبقى ما ينفعش ان احنا نقول عليه مسؤول. يعني ده يعني انت خلاص. لا انا مش بتكلم بشكل عام بصفه شخصيه. أيوة بتكلم بشكل عام بالظبط. أيوة كده. اي حد بينظم فرح لازم يبقى من الف لبيت. طبعا ما ينفعش ان انا ادي مثلا العروسه مبدئيا باعذار ليا ان ممكن يحصل اخطاء. فطبيعي انا كده بقول لها ما تتعامليش معايا بمنتهى البساطه. فطبعا ده شيء غير مقبول معايا او مع غيري عامه. طب الجيست بوك والجديد اللي فيه برضو بقى مسؤوليتك انك تحضر لهم جيست بوك معين طبعا عباب القاعه وكده. احنا كل ما هو يندرج تحت بند ديكور في البلان بتاع اصلا الايفنت ده نفسه ده داخل في تخصصنا. طب ايه الجديد اللي فيه؟ بس هشوف الصوره اللي هتنزل حالا على الشاشه وبعدين نتكلم على الجديد. نتكلم عنها دي. دي يا فندم دي كوشه في قاعه حواليها حاطين الورد الطبيعي في كاسات في الفاز وحواليها ومحطوطه على الستاندات المضيئه. والخلفيه دي معموله شيفون وزي هي اصلا كمان حتى الصوره دي كانت متاخده في توقيت كانت الاضاءه كمان اساسا متهديه عليها جامد جدا اللي هو اللايت نفسه ما كانش متسلط عليها جامد. بس هي المفروض بتكون مضيئه اكتر من كده. بيبقى حسب يعني الطلب ولا لا؟ ده بيبقى حسب شغل اللايت اصلا، هو اصلا لسه ما ابتداش الايفنت اصلا. دي زي التست بتجرب اصلا يعني. بالظبط كده. تمام. طيب نتكلم تاني على الجيست بوك، يعني ايه الافكار الجديده في حاجه مثلا افكار جديده ظهرت السنه دي كتير طبعا زي او اهم حاجه؟ هو اول حاجه احنا لما بنعمل الجيست بوك للعروسه ما بنعملش الجيست بوك بس اللي هو الرايت بوك اللي بيتكتب فيه، بنأسس ترابيزه الجيست بوك كلها. الترابيزه كلها بالظبط كده بكل اكسسواراتها بكل الحاجات بتاعتها. ان طبعا في هي من الافكار المنتشره قوي دلوقتي واللي هي تعتبر احدث حاجه ان احنا بقينا نعمل الجيست بوك ده فوري، بان الناس اصلا لما بتدخل بيبقى فيه جهاز هو الجيست اصلا مش شايفه، هو بيبص له صوره وهو مجرد بس ما بيكتب الاهداء بتاعه على الجيست بوك بنجمع له الصور دي وبنحطها للعروسه في نهايه الفرح. وكل صفحه حد كتب فيها الاهداء بتاعه بتتحط جنبيه الصوره بتاعته. جميله دي برضو فكره حلوه. ودي بس ده لازم الناس يكونوا عاملين حسابهم على كده بقى. لا هو اصلا هو الجيست اصلا بيتصور وهو مش عارف. هو مش واخد باله. لا انتوا بتصوروهم وبتحطوا الصوره بعد ما بيكتب. بالظبط كده. دي فكره جميله جدا. ودي بتكون اصلا مفاجاه للعروسه. هو جيست بوك عادي هو ده المفروض يكون متفق عليه. طب دي فكره جميله برضو انا اول مره اسمع عنها الحقيقه. بالظبط يبقى في صوره اللي بيكتب للعروسه حاجه تذكار يعني. وفي برضو فكره ثانيه سريعا برضو ابتدت تنتشر دلوقتي. إيه؟ ودي من احدث الافكار. ان هو بقى تسجيلي.
اللي هو زي 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 جهاز كده زي كاميرا الفيديو بشكل مبسط وكل واحد بيقول اهدائه شفويا. تمام ده جميل برضه. ودي بتبقى على السجاية وبتخليها العروسة في الاخر. طيب جميل نشوف الصورة دي يا استاذ مينا. دي يا فندم احنا عملنا الشيزلونج اصلا بتاع الكوشة هو كله عبارة عن كله فرو بس شكل الورد هو الورد اللي بس اللي هو الطبيعي. تمام. فتحس ان هم قاعدين في قلب الورد نفسه كله. جميلة برضو فكرة حلوة. والخلفية اللي هي الستاير دي اللي هي زي على فكرة دي متعلق في منها اللي تبقى ديكورات المنازل والبيوت اللي هي اللي في الظهر دي. تمام. وهي دي فكرة بقى تزوج الماتيريال ان احنا نعمل يعني خليط كده خلطه كده بسيطه كده ما بين الماتيريال تدي في الاخر الشكل ده وكور الديسكو اللي هي متعلقه ونفس لو حضرتك لاحظتي ان نفس ماتيريال الشيزلونج هو نفس ماتيريال فروع الورد متعلقه في خلفيه الكوشه عشان يبقوا يعني مع عشان تبقى فيهم مع بعض بالظبط كده. تمام. ايه بقى العناصر اللي ممكن تبقى موجوده في القاعه وتزود ميزانيه القاعه شويه او تبقى اغلى حاجه مطلوبه من العروسه في القاعه؟ هو نمبر 1 الصور طبعا. فلاور حسب بقى حسب نوع طبعا هو اللي بيفرق طبعا. في ناس بتبقى تقول لك انا اصلا مش عايزه ورد طبيعي. ورد طبيعي ده باكج تاني تكلفه طبعا ميزانيه يعني مختلفه. طب الصوره دي برضو نتكلم عنها. ده شكل سيلينج ده سقف كامل معمول في اوتيل ونازل منه الكور ديسكو. هو اصولا هو الـ 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 الاساس لفكره السينج اللي هي بتكون فوق منطقه الدانس فلور اللي هي بيكون فوقها منطقه الرقص وكده. لكن في ناس يقول لك انا عايز القاعه كلها تبقى سيني. انا عايز مش القاعه كلها تبقى دانس فلور بس القاعه كلها تبقى سيني بس وباحجام مختلفه. دي طبعا مع اللايت دي بتدي شكل بتحول شكل القاعه خالص. طبعا تبقى مختلف بالظبط كده. تمام. طب يعني نرجع تاني لموضوع الورد او فلاور بيبقى لو مثلا هي مختاراه مش طبيعي بيبقى باين قوي ولا بيبقى في صناعي بس شكله حلو ممكن يمشي عشان تخفض العروسه شويه في الميزانيه؟ لا خالص. في ورد صناعي اغلى من الطبيعي اصلا. كمان هي برضه هي نفس القصه هي وكل حاجه وليها تكلفتها حسب شكله برضه بالظبط كده. بس احنا طبعا برضه احنا يعني الفتره الاخيره دي اللي احنا بقى لنا سنتين احنا برضه بنتعامل بكل رينجات يعني برضه في عروسه جايه هي محدده محدده ميزانيتها بالظبط كده. انا عندي باكج معين وعايزه انظم فيه 1 2 3 فانا كل وظيفتي ان انا بعمل لها اكتر من اوفر وهي بتختار ما بينهم. بس لازم اعرف اللي بيبقى محدد ده لازم اعرف منه هو محدد كام عشان ممكن اقول له إيه؟ بالظبط كده. ممكن اقول له ده كتير ممكن اقول له لو هنزود شويه عشان في الاخر انفذ اللي هو عايزه مش شويه عشان انت بتشوف الاول دماغهم عامله ازاي هم طالبين ايه وبعدين بتشوف ميزانيتهم وتوفق ده مع ده طبعا عشان طبعا. ما تزعلهمش وفي نفس الوقت تطلع لهم الحاجه اللي هم متوقعينها او حابينها يوم الفرح طبعا. هو فكر العميل هو ده الاساس اللي بنبني عليه هي دي النقطه الاساسيه اللي احنا بنتحرك عليها الاول. بس بعد كده احنا بقى بنقول بقى على هذا الاساس ايه اللي ممكن نعمله. طب السنتر بيس بقى بيبقى فيها جديد برضو او فيها افكار مختلفه؟ اكيد طبعا. هو السنتر يعني. بيس في ناس ابتدت تخرج اصلا من فكره الشكل التقليدي للبانش او للسنتر بيس يعني احنا في قبل كده فكره عملناها كنا بدل ما احنا عاملين السنتر بيس في البوكيه او السبات بتاعه عملناه في قلب رق اللي هو بتاع الالات الموسيقيه ده كان جواه البوكيه والسجاد متعلقه في كل كرسي بدل الريبونه. جميل. فهو الاكسسوارات دايما اللي هي اللي بتكون دخيله هي دي اللي بتدي دايما بتدي شكل مختلف بتدي شكل جديد بيفرق مع العروسه اكيد وبيفرق مع رد فعل الجست للعروسه بعد كده. تمام. طب نشوف الصوره دي. دي حضرتك كانت احنا استخدمنا الترابيزات اللي هي الهاي تيبل في الكوشه ومعروف دايما ان الهاي تيبل دي بتكون في السيت اب. ايوه. فاحنا استثنينا الكراسي بتاعتها وحطيناها هي بدل الاستندات في الكوشه وحطينا عليها البوكيهات من فوق. هو دايما او اكتر حاجه بتلفت نظر العروسه ايه الجديد ان انا كوشه انا شفت فيها حاجه جديده او شفت فيها حاجه ده مكانها مش هنا دي المفروض في السيت اب او في مكان تاني. تمام. فان انا ادخل حاجات مع بعض بس التناسق صح هو ده اللي بيبهر العميل. طب دي كانت فكرتهم يعني فكره العروسه والعريس ولا دي انت لا فكرتك؟ لا دي كانت فكره ومقترحه
مقترح. وحطينا برضو نفس القصة الشيزلونج بتاع الكوشة برضو في الفورجي عشان يبقى برضو ماشي مع نفس الهارموني بتاع الديكور بتاع الكوشة. اهم حاجة انه يعني يبقى في ماتشنج كده وتناسق بين كل حاجة في القاع، يعني مش الالوان تبقى مختلفة، لازم كل حاجة يبقى ماشية مع بعض. لا طبعا، وممكن ماتيريال بسيط جدا لو اتحط جديد هو غير الشكل تماما. غير بالظبط كده. وممكن حاجة بسيطة جدا لو اتشالت من الكوشة هيضيعت معلمها. تبقى يعني كل حاجة لازم تبقى متناسقة مع بعض. بالظبط كده، وكل حاجة لازم تكون محطوطة يعني بديزاين معين. غير كده خلاص هيبقى الموضوع كده خلاص. اصل هي القصة ايه كلها؟ هي تفاصيل. تبقى تفاصيل هي تفاصيل بسيطة بس بتفرق جدا مع العروسة بالذات يعني. أكيد طبعا. طب أنت شفت مثلا جات لك مرة مثلا عروسة كانت مختلفة مع العريس في حاجة في ديكورات القاعة، ولا بيبقوا دايما متفقين يعني، ولا بيسيبوا لك خالص الموضوع؟ يعني في الأغلب بيكون في اختلاف في وجهات النظر. بس احنا طبعا بنسعى إن احنا نحاول نقرب وجهات النظر دي، لاني المفروض ان هو طبعا هو الامر ده بيكون اصلا شاغل بال العروسه اكتر. بيبقى العروسه هو 90% بيكون عايز مكبر دماغه من النقطه دي. هو اهم حاجه ان هو يرضي العروسه. بالظبط كده، اهم حاجه يرضيها. بس ممكن تحصل برضه في ناس بتتخانق يعني طبعاً على حاجات بسيطه. لا بتحصل بتحصل اكيد، شفت كل الـ يعني الـ بس الاراء يعني بشكل سلمي يعني. بس لكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحاول نقرب وجهات النظر دي. تمام كده. بس في النهايه لازم بنتفق على فكره. اكيد لازم عشان ده فرح، بس لازم يكون فكره واحده. طبعا هو فرح واحد.